الفنان محمد رمضان نمبر وان التمثيل في مصر، حاليا متواجد في أمريكا لأن متابعينه مش من مصر والوطن العربي بس، بل من جميع أنحاء العالم. وأثناء حفلته الأخيرة في أمريكا صعدت بنت على المسرح، لكن محمد رمضان حاول يهدهي وقالها انت جاي هنا عشان تفرحي وتنبسطي مش عشان تعيطي. بعدين سألها انت منين وقالت له أنا من أمريكا، والجمهور اتفاعل بشكل كبير جدا على الموقف الإنساني ده. والحفلة كانت لطيفة وخلصت بشكل مبهر، لأن الحفلة اللي فاتت اللي قبل ده على طول حصل مشكلة ومحمد رمضان وقف الحفلة بسبب خناقة بين الحضور، وهدأ الوضع بينهم ورجع كمل حفلته تاني. وطلع بعد الحفلة في فيديو ووجه رسالة للشباب اللي كانت بتتخانق وقال لهم حبيبي انت بتخلي شكلنا كعرب وحش، شكلنا كده مش حلو، لازم نستحمل بعض لأن الحفلة دي لو باظت شكلنا كعرب مش حلو. وحاليا محمد رمضان بيقضي أيامه الأخيرة في أمريكا قبل ما يرجع مصر تاني، وأغلب جمهوره في مصر مفتقد وجوده ومستني يشوفه في أي عمل جديد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.